هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون زينين وبصحة وعافية. مشتاقين، صار لنا هواية ما مسولفين، صار هواية ما مسوية فيديو. اليوم طبعا هو ثاني يوم العيد، فعيدكم مبارك، يا رب صحة وعافية وتحقيق الأماني للناس كلهم، مو بس للمتابعيني، والكيكات مالتي المسلمين لجميع الأديان، وإن شاء الله يا رب يحفظنا ويحقق أمانينا أجمعين، ويحفظ لكم أهاليكم، و تروح كورونا، تروح هاي الفيضانات والكوارث اللي قاعد تصير حاليا بالدنيا، الله يفرجها علينا ان شاء الله اجمعين. اليوم حابه، انا ما اطول عليكم بالمقدمه، حابه اشوفكم 6 اشياء، اوكي؟ 6 اشياء مهمه بحياتي يوميه استخدمها، وفتشي صدق غير لي حياتي جد، يعني من هواية نواحي، من الوجه، من الحبوب اللي كانت تطلع لي، من تمشيط الشعر، كل شيء كل شيء كل شيء. فخليكم وياي نبدي هسه بالفيديو، وجوا كل شيء راح اكتب لكم من وين انا مشتريته، والروابط اترككم اياها والروابط اترك لكم اياها بصندوق الوصف. للي ما مشترك بالقناة كالعادة اتمنى يشترك ويفعل الجرس. والكيكات حبيباتي شكرا لكم ومساندتكم الي وتعليقاتكم الحلوة، اموت عليكم. وخلونا نبدي. اول اشياء اثنين راح ابدي بيها، طبعا اسعارها كلها اقل من ال4 يورو وال5 يورو. اني استخدمها صالي كوما وشايفه فرق عليها، وقلت لازم لازم احكي بيها واخلي الكيكات مالتي يستفادون من عندها. اول شغله هي باعوها، صاير بيها هالقد ما استخدمها، هاي خامس علبه اني اشتريها باعوا. هاي هي كنو تشوفوها، هاي الماركه الفيتال من لوريال، وند اسمها دريم لينث، حكيت لكم همينه بيها، زوبا اوف با ماسك. هاي الله لا يكذبني قبل 5 أو 6 سنين كنت يم اللي صفف الشعر، وقلت له انا شعري كيرلي وعندي دائما صعوبه وراها امشط الشعر ويعرقد ويسوي هيك شيء، قال لي رند جيبي هاي. هاي قبل 5 سنين تقريبا، اوكي؟ ظليت اشتري هاي العلبه، ظليت اشتري بيها يعني لانه تكفي كل هوايه. وبين فتره وثانيه شنو شت ابدل على مود اشوف اذا اكو شيء زين او مو زين جديد او هاي، بس دائما ارجع من النهايه اشتريها مره ثانيه. شوفوا هذا لون شعره طبعا الجديد صابخته، اذا حبيتوا قولوا لي على مود اكتب لكم يا لون. طبعا غيرته شويه من ذاك، طفيته هذا هسه. المهم هذا هو لون البرتقالي الماسك، وهسه صاير طبعا لانه جددوها للعلب هاي، طبعا بعدها العلبه القديمه، العلبة الجديدة بعدها بالحمام، بس ردت اشوفكم انه من زمان من العلبة القديمة موجود هذا يمي. سعره يمكن 3 وشوية أو 4 يورو اذا الله ما يكذبني، ما ادري هيك شيء، بس رهيب بنات رهيب. كنت بس اطلع ادوش نفسي واكمل واغسل شعري، اجي احطه انتظر 10 دقائق الى 12 دقيقة بالحمام وبعدين اغسله، تطلعين الريحة واه باش. بعد بيغسله الريحه تخبل، تحسين باللمعه مالته، ومن طلعينها من يساعد على انه يمشط الشعر، من الدي ام، من راسمان، ملاب، كل مكان موجود. نجي هسه للشيء الثاني اللي هو هذا. هذا طبعا انا همين حاكي عنه وما استغنى من عنده ابدا ابدا ابدا، موجود بالراسمان، بالدي ام، موجود بالكوفلاند، سعره ب2 يورو ونص. هاليوم راح جبت العلبه اللخ، طبعا عندي العلبتين ذولاك الفارغه موجوده هناك، سعدين لما اجيبها اشوفكم اياها، بس هاي اليوم اشتريتها علبه جديده لانه عندي سفره، وسفره هيك قصيره، واريد اخذها وياي على مود هناك راسا يسهل لي شنو تمشيط الشعر. هذا تحطوه ورا الحمام، ما تحتاجون وراها تغسلون شعركم، هذا لازم تغسلون شعركم، هذا ما تحتاجون تغسلون شعركم، هو عباره عن بخاخ، اوكي؟ هيك بس تسووه تجون، حتى لو ما تريدون تمشطون شعركم، بس انه ينطي جلانس اللي هو ينطي اللمعه وريحته تجنن. انا بالنسبه لي اجيب اللي بيزيود بيزيود، اكو كوما انواع تقدرون تاخذونها من الشعر اللي مثلا انتم صابغيه هسه احمر، او للشعر الجاف، او الشعر المتقصف، كل الانواع موجود بي، بس اني اخذ هذا. هذا همين للشعر اللي كلش تخوكن، اللي هو يكون يابس، اوكي؟
اخذه ريحته تجنن، و شو اسمه راسا ينطي لمعه ويخليكم تمشطون شعركم بشي مو طبيعي، وبيها مين شويه كيراتين اوكي من جلسكوا، فتشي يخبل 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 يخبل. اكو غير انواع تقدرون تاخذون الشيء اللي يناسب شعركم اوكي. هاي الاثنين ما استغنى عنهم. نجي هسه الفتشي اللي اني حكيت لكم ايش قد كنت اعاني من ورا الحبوب على مود الماسك اوكي. من ورا الماسك اكو فد مصطلح جديد طلع يسموه ماسكنا، يعني شلون هي الاكنه اللي كانت هاي الحمار وهي الشيء اللي يصير بالوجه، وهسه سووها لهذا الحمار اللي يصير بالوجه سموه على على الماسك، سموها سويه ماسكنا اوكي، انه من ورا هالماسك قامت تجينا حبوب واكنه وهيج شيء. بنات انا شوفتكم قبل مثل مالت الانتي بيكل اللي هو قناه الانتي بيكل اللي هو كان ضد الحبوب اللي ما يخلي بعد اصلا تطلع حبوب. هوايه بنات راحوا اشتروه، الويب سايت مالته موجود بصندوق الوصف، راحوا اشتروه وكومك تبولي انه ساعدهم انه جد جد رهيب. خواتي استخدموه، صديقات استخدموه، لانه جد يخبل وفعال وانا كلش كلش اعشقه. هسه اكو هذا الجديد اللي هو بور مينيمايزر بفيتامين سي وبي بي 3، هذول تعرفون قد هاي الفيتامينات مهمه للوجه وايش قد تنعش الوجه وتخلي همينه، انه اللي عنده مسامات كبيره مو الا بس المسامات، اذا عندكم همينه حبوب او عندكم شويه طقع مالت الكلف او هيجي شيء ينقص هوايه من عندها. انا شلون اخذه؟ اغسل وجهي، انا طبعا اخذه مره الصبح ومره بالليل كيفكم تقدرون. عندي بعد اللاخه همينه السيروم اللي انتي بيكل الثاني اللي همينه شوفتكم اياه قبل، مرات اساوي بيناتهم انه واحد الصبح واحد بالليل، فهذا استخدمه هسه حاليا مرتين باليوم لانه انا عندي شويه مسامات فاريد يصغرها يخبل. تجون شنو تغسلون بسين وجهكم، تنظفوها يعني للبشره، تحطون التونر على مود شايفين انا مشوفتكم التونر تمسحوه، وبعدين تجون من هنا شوفوا شلون انا اخذ هيج واخذ هيج وهيج، يعني فشيت كلش صغير ويفي بالغرض. باعوا هيجي احطه على وجهي واسوي همينه بهاي الطريقه هيجي مساج على مود شنو الدوره الدمويه تبدي تتفعل، وفشي كلش مهم للبشره اوكي. هيجي تقدر نسويها بهاي الطريقه، اسويها اني للمساج وانزل لجوه حتى للركبه وهاي منطقه الصدر من هنا، و أبقي هيجي تقريبا 5 دقائق ينسحب، يعني هي من دقيقتين إلى 5 تشفطها البشرة لأنه كلش كلش تحتاجه. ووراها أجيب الكريم اللي أنا حاجت لكم عليه اللي هي لغون كريمة، كانت أنا موجودة 2، أكو واحدة كلش انتنزيف للناس اللي بشرتهم كلش كلش جافة، وأكو اللي بشرتهم عادية، همينة موجودة بصندوق الوصف وحاجت لكم إياها بالفيديو القديم. أجي بس أحطها فوقها وأروح أنام حتى تقومون تحسون ان وجهكم شويه هيجي اكو فتشي دا يتغرغر بي، يقوم مو يحرككم وانما تحسون اكو فتشي دا يشتغل هنا اوكي. هذه الماركه فيجان مثل ما قلت لكم يا البيوتي ميتس، انا كلش كلش احبه وصار لي فتره قاعده استخدم مالتهم المواد اوكي من بيوتي ميتس. تقدرون همينه راسا تطبون على صندوق الوصف ومنك تروحون على الصفحه مالتهم، اذا ما تريدون هذا الشيء تقدرون همينه تاخذون سيت ثاني، هي طبعا هذا يجي ويا سيت وبدون سيت، تقدرون همينه تجيبون الكريمه تحطون قطرتين بي وتحطوا بوجهكم مو الا همينه راسا، بس هذا الافكت يكون احسن راسا على مود تمتص البشره وتشتغل على الحبوب او تشتغل على المسامات، او مثلا اذا عندكم الطقع مالت الكلف او هيجي شيء تبدي شويه شويه تسوي لها ريدوتسين انه تقلل من عندها. فانا هذا الشيء كلش حاليا معتمده عليه وهوايه هوايه هوايه غير بشرتي وصديقاتي وخواتي كل ما يجون يمي كانوا ليه ما خليتهم يطلبون من عنده، لانه بالبدايه ظلوا انتم تحسون الفرق ورا اسبوعين ثلاثة تبدون تحسون تقولون واو ما شاء الله، يعني أنا وجهي من أقارنة بقبل كان كتصخوفة وهسه ألف الحمد لله والشكر واسطة هذا، لأنه مالتهم الشغل كله فيجان، أبي أي مواد حيوانية أي مواد كيميائية كلها طبيعية، ففتشي كلش 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 حلو. وعليها همينة يجيكم 20% غابات، الغابات كود همينة كتبة هسه اللي جوا
وموجود همين بصندوق الوصف، بس تروحون على اللينك اللي حطته أنا، توصلون لصفحتهم وتقدرون هناك تاخذون هاي الاشياء اللي انا همين استخدمها، او انتو الخبراء مالتهم يسالوكم شنو مشاكلكم البشره ويحددوا لكم السيت اللي كل زين لكم، وتقدرون وانتو مغمضين عيونكم تسووا لهم فتخون وتاخذون من عندهم، لانه جد غرابهم 100%. والبنات يعرفوني اني مستحيل انسحب في شيء اذا انا ما استخدمته علي واعرفه اذا زين او لا. اوكي، هسه راح نجي للشيء ما قبل الاخير وهو هذا المقشر. اني ما اخذته من اكشن، سعره يمكن 2.5 او 2 يورو هيك شيء تقريبا. بس طبعا هذا صاير بالارغان اويل اللي هو زيت الارغان المغربي. سو دقيقه كناو هيك شكله، واكو طبعا بهوايه شو اسمه انواع، اكو يمكن بالكيوي وهيك شيء، حبوبه كلش كلش ناعمه. هذا تجون ورا ما سبحتوا تجون بس تحطوه على جسمكم، تقومون هيك تسووه، او مثلا على هنا ايدكم، ظهركم، رجلكم. هذا لازم اني اقشي مره بالاسبوع، اسوي تقشير الجسمي على مود اي جلد ميت كله يطير ويبقى جسمي يجي منتعش وكلش حلو. وبعدين من اريد احط الكريمه انه ماكو اي جلد ميت، الجلد راسا يعني البشره مالتي تمتص الكريم وترطب جسمي بشكل مو طبيعي. هذا البادي سكراب اني ما دا استغنى عنه. طبعا اكو همينه من نيفيا، من داف، اكو من هوايه ماركات واني همينه حاجه بيها، بس اني لحد هسه هذا كلش 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 عجبني. شوفوا حتى هاي لحد هنا انا واصله، هذا ثالث واحد دا اشتري، هلقد ما حبيته، وحتى ريحته كلش طيبه وما تاذي الراس او هيجي شيء، يعني كلش كلش ناعمه وتحسون وراها انه انتو جد استرخيتوا. اوكي، هسه راح نجي للشيء اللي اخر مره هم انا جت اني حاطته، وهوايه بنات سالوني قالوا لي رند شنو هي الكومبينيشن اللي حطتها مالت الحمره مالتك. شوفوا بنات، اني استخدم هاي الحمره من اسنس، هاي الورديه اللي اسمها رقم 20 ستروبري ريد، ستروبري اللي هو دقيقه خليني اشوفكم اياها، كانوا هذا، وهنا انا رقمها سكتب لكم اياه، يجي رقم 20 ستروبري ريد اللي هو لون الفراوله الاحمر. اوكي، سعرها ب 2 يورو بس، وباعوا الجماليه اللي تعطيها للبشره، تعطيكم هيك وكانه منفوخه بشرتكم، فشي كلش حلو. قبل ما استخدمها شنو استخدم؟ استخدم هذا من كاتريس، هذا الاكوا، هذا يكون مثل التاتو، باعوا طبعا هاي اني، طبعا الحمره اوكي تروح احط فوقها، بس هذا اني حاطته من الساعه تقريبا بثلاثه، اكلت شربت مي روح بنات تاتو، يعني تاكلون تشربون يخبل، فباعوا محدده هنا اني مالتي شفه وجايه بس حاطه الحمره فوقها. هذا يا رقم اني ماخذه 060، وطبعا اني حكيت لكم عن هاي الماركه مالت كاتريس، هيك صاير الاكوا. اوكي، اكوا من كاتريس، سووا سكرين شوت اذا تحبون. وبنات يجنن يجنن يجنن. يا انا ماخذ 060، اسمه Feel Inspired Today، راح اكتب لكم اياها من هنا. اوه ماي جود، جد انصحكم بيها قد ما طيب، مو ما طيب يعني قد ما قلته، بس انه كلش كلش زين. اذا مثلا حاطين انتو الماسك ما ينمسح، يبقى بمكانه. انا ماخذه من عنده بعد الوان اثنين، يعني ويا هذا صار ثلاث الوان، تقدرونها من تجيبوا من الراسمان، وبالراسمان بعدها من يكون مرات شويه اقل من الدي ام، انه عليه 10%، ومرات البلاينرات يسوونها 30% 20%، فانا دائما استغل الفرصه واجيب من هذول لانه ما تروح، جد ما تروح. فهاي اخر اشياء يعني خصوصا بالصيف دا استخدم هاي الحمره، الحمره الفاتحه اللي صايره على ورديه همينه. وهواية دا يسألوني إذا هنا أنا أو على الإنستغرام أو على التيك توك، إضافة إذا ما ضايفين هناك ضيفوني، نزل يومياتي وهيك أشياء. المهم حبايبي، أتمنى عجبكم الفيديو، وصلنا هسه نهاية الفيديو. للي ما مشترك بالقناة أتمنى يشترك ويفعل الجرس. شكرا لكل لايك التركولية، أحبكم كلش كلش هواية، وأشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. باي باي.